الحظ في الأشواط القادمة. هنا انطلاقة أخرى، وأترك الكلمة لزميلي حمد بن محمد الزعبي ليتواصل معكم بالتعليق على مجريات هذا الشوط. شكرا أيها الحفل الكريم لكافة الزملاء، كما نشكركم على أحلى وأطيب المتابعة. بسم الله نبدأ، باسمه نتوكل، ومنه جميعنا طالبين منه السداد والتوفيق. اللهم هيئ لنا يا ربنا من أمرنا رشدا، إنك على كل شيء قدير. على كل حال، حفلنا الكريم أشواطنا متتالية، وها هو الشوط الثالث المخصص لسن الحيل، سن الحيل فئة البكار، ومسافتنا المغررة في هذا اليوم هي 5 كيلومترات. على كل حال، خلونا في شوطنا اللي نشاهده وإياكم على شاشة التلفزيون لكي نتعرف على الخمسة المراكز النجوم التي ستسمعون إذاعتها بإذن الله على الشاشة وعلى الهواء مباشرة. نتعرف على من تقود المسيرة. اللي تحتل المركز الأول غارة، غارة وتشن الغارة من بداية الشوط لسعيد بن طفلة المري، هي من تحتل المركز الأول. الدور عند المركز الثاني، نشوف المركز الثاني المتحدة هي من تحتل المركز الثاني لزايد بن محمد بن زايد الخيرين، بينما ينخطف المركز الثاني، ينخطف ولكن تعود كذلك المتحدة وتحتل المركز الثاني بدورها لزايد بن محمد بن زايد الخيارين. نوار بن دخيل الله العتيبي هو من يدير عملية تضميرها، نعم، وهو كذلك نهنيه بناموس الشوط الرئيسي مع نواميس. ثم المركز الثالث، نتعرف على المركز الثالث جميعنا، الصايلة لعبد الله أبو برجس المري هي من تحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع فوصلت من حاف لعبد الله بن سعيد الأسود، هي من تحتل المركز الرابع. أما الدور عند المركز الخامس، وصلت الشاهينية لسعيد بن راشد الزعبي، هي من تحتل المركز الخامس. وبدورنا ننتقل مباشرة إلى مقدمة الشوط، ندانا للخمسة المراكز النجوم الأولى الذي يسمح لها بالإذاعة والنداء. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، هناك مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، مع شعار سعيد بن طفلة المري، مع غارة، غارة تشن الغارة، وكذلك هناك غارة أخرى في المركز الثاني، المتحدة لزايد بن محمد بن زايد الخيارين، نوار بن دخيل الله العتيبي، يا سلام. إذا غارة تقود المسيرة، غارة هي من تحتل المركز الأول، وكما ذكرنا حفلنا الكريم مشاهدينا الأفاضل، شعار سعيد بن طفلة هو من يحتضن بهذه البكرة ويقود المسيرة. أما المركز الثاني ذكرنا المتحدة، وهي من تحتل بدورها المركز الثاني لزايد بن محمد بن زايد الخيارين بقيادة نوار بن دخيل الله العتيبي. الدور عند المركز الثالث، وصلت من حاف لعبد الله بن سعيد بالأسود، هي من تحتل المركز الثالث. أما المركز الرابع، الشاهينية لسعيد بن راشد الزعبي، بينما ينخطف المركز الرابع، ينخطف لربدة لعبد الله بن هزاع بن عجلان الهاجري. أما المركز الخامس فتتراجع فيه الشاهينية لسعيد بن راشد الزعبي. يا سلام، شعارات مشاهدينا الكرام، حفلنا العزيز أينما كنتم، شعارات أراها قادمة لا محالة. بينما نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، مع غارة، غارة وتشن الغارة، غارة تقود المسيرة، غارة وكذلك تحمل شعار سعيد بن محمد بن طفلة. يا سلام، المركز الثاني نتعرف عليها حفلنا الكريم، تشاهدونها على شاشة التلفزيون من الجانب اليمين، المتحدة، المتحدة لزايد بن محمد بن زايد الخيارين، نوار بن دخيل الله العتيبي هو من يديرها في عملية التضمير. نشوف وإياكم المركز الثالث، ونحن في هذه اللحظة نتجاوز، وقريب نتجاوز لوحة 2 كيلومتر، لوحة 2 كيلومتر يا ملاك ويا مضمرين ويا متابعين. إذا سألتم عن موقعنا كما ذكرنا، نحن نتجاوز لوحة 2 كيلومتر. نتعرف جميعا على المركز الثالث، أول نداء لشرف
شرف هي من تحتل المركز الثالث لسيف بن محمد بن زايد الخيرين. سالم الغيلاني هو من يضمرها. أما المركز الرابع يصن شعار الزبارة لجار الله بن محمد بن عقيل. أما المركز الخامس الشاهينية لسعيد بن راشد الزعبي، وكذلك يحصل تغيير على المركز الخامس من قبل سلطانة، هول نداء لسلطانة لعبد العزيز بن سالم المري. أسماء ونخبة كذلك، أسماء لها ثغلها، أسماء لها تاريخها. نعود مباشرة، يا سلام، كيلو ونصف الكيلو والتغيير والأمور تنخطف هنا في مقدمة هذا الشوط كما تشاهدون على شاشة التلفزيون. المتحدة تقود المسيرة بقيادة مضمرها نوار بن دخيل الله العتيبي ومالكها ومالك شعارها زايد بن محمد بن زايد الخيارين. يا سلام. أما المركز الثاني فتتراجع في غارة لسعيد بن طفله المري. والمركز الثالث نتعرف عليه لكي نكمل معكم النداء الرابع على التوالي، ربده هي من تحتل المركز الرابع. تعود ملكيتها لعبد الله بن هزاع بن عجلان الهاجري. أما المركز الثالث الرابع حصل تغيير على المركز الثالث حفلون الكريم من قبل شرف لسيف بن محمد بن زايد الخيرين. سالم الغيلاني هو من يديرها في عملية التضمير. كذلك يحصل تغيير على المركز الثالث من قبل الزبارة، وشعار سيد جر الله بن محمد بن عقيل هو من يحتل بدوره المركز الثالث. المركز الرابع تتراجع في شرف لسيف بن محمد بن زايد الخيرين. سالم الغيلاني هو من يديرها في عملية التضمير. أما المركز الخامس وصلت سلطانة لعبد العزيز بن سالم المري. نعود مباشرة، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المسيرة، نعود إلى الناموس. هناك في المقدمة من يريد الناموس ومن يبحث عن الناموس وعن النقطة في هذا الصباح. المتحدة تقود المسيرة، المتحدة تتحدى الجميع، المتحدة تحتل المركز الأول. زايد بن محمد بن زايد الخيرين هو من هو مالكها. أما مضمرها نوار بن دخيل الله العتيبي. يا سلام عليك يا أبو حمد، تريد النقطة الثانية، في هذا الصباح. يا سلام يا سلام، هناك أمور أراها تصل، في المركز الثاني تصل غارة لسعيد بن طفله المري. أما المركز الثالث يا سلام، شرف وتبحث عن مكانة الشرف لسيف بن محمد بن زايد الخيرين. يا أبو حمد وصلك الغيلاني، واصل يا أبو حمد لا محالة. يا سلام يا سلام، المتحدة ولا شرف، ولا المتحدة. تهانينا مشاهدينا. المركز الثالث غارة لسعيد بن طفله المري. المركز جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الخامس وصلت الشاهينية لسعيد بن راشد الزعبي. إذا حفلنا الكريم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم، تهنئتنا لكل الإخوة الفائزين، وحظ أوفر بلا شك لكل الإخوة الذين لم يحالفهم الحظ. تهنئتنا من هذا الموقع نزفها لمالك المتحدة. هي لحظات وصولها قاطعة المسافة بزمن مقداره 8 دقائق و4 ثواني و15 جزءا من الثانية. التهنئة لمالك المتحدة زايد بن محمد بن زايد الخيرين ولنوار بن دخيل الله العتيبي المضمر الرسمي. المركز الثاني وصلت في المركز الثاني شرف قطعة المسافة ب 8 دقائق و6 ثواني و13 جزءا من الثانية. زايد الخيرين وكذلك لمضمر شرف سالم القيلاني. المركز الثالث وصلت قارة قطعت المسافة في 8 دقائق و11 ثانية و11 جزءا من الثانية. التهنئة لسعيد بن طفله المري على هذا الفوز. أما في هذه اللحظة أيها الحفل الكريم، أتمنى أن